حسام حسام شكلك مبسوط. أنا طول عمري مبسوط، محدش يقدر يعاكن عليا أبدا. بس انبساط عن انبساط يفرق. آه ده أنت بقى اللي غاوي عكننا. أنت مش لسه قايل محدش يقدر يعاكنن عليك؟ إلا أنت يا حياتي. هو الراجل مننا مين يقدر يعاكنن عليه غير مراته حبيبته؟ مفيش. بطل سفالة وسيب البنت الغلبانة اللي اسمها ليلى في حالها، دي مش قدك. بنت غلبانة؟ دي بنت قليلة الأدب. عشان قالت لك لأ؟ مين قال لك إنها قالت لأ؟ أنا بس ما أحبش حد يتملعن عليا. دي تبوس إيديها وش وظهر إن أنا بصيت في وشها أصلاً. ولا إيه؟ حصل حاجة بينك وبينها؟ رد عليا، حصل حاجة بينك وبينها؟ أنت مش بتدافع عنها؟ خلاص روحي اسأليها. بنت ال وأنا اللي كنت فاكراها غلبانة على نيتها، بس تلاقيها هددها وأنا مش عارفاه ولا اشتراها بالفلوس. ما هو الصنف ده ما يملاش عينه غير التراب. حاجة بتذل النفوس وضعيف قوي الإنسان، من جهله فاكر الفلوس هي السند والأمان. الحاجة بتذل النفوس وضعيف قوي الإنسان، من جهله فاكر الفلوس هي السند والأمان. بالغالب يضحي عشان حبة ورق في ايديه بيقل من قيمته ومزلول ومكسور عينيه. بالغالب يضحي عشان حبة ورق في ايديه بيقل من قيمته مزلول ومكسور عينيه. الحاجة بتذل النفوس. ماما ماما مش عايزة ولا كلمة، مش عايزة حد يكلمني، أنا عايزة أنام محدش يصحيني. Thank you.
سمعت ان جوزك عمل حادثه، قلت اجي عشان لو هتحتاجوا حاجه. انا عارف طبعا ان الحال على قده، خصوصا ان حسام ما بيشتغلش بقاله فتره كبيره قوي من ساعه مرضه. كان نفسي اقعد معاه عشان اقول له انه عارف يختار. وماله؟ ماشي، بس لازم تعرفي كويس قوي وانت في الظرف الصعب ده ان الدنيا عمرها ما بتمشي بالمقلوب، وعمرها ما هتفتح حضنها لأي حد. لو كانت عايزة تديك وشها ما كانتش استنت السنين دي كلها. نصيحة مني، انت هتفضلي طول عمرك كده. تتجوزي حسام، تتجوزي غيره، هتفضلي طول عمرك البنت اللي ملهاش تمن حتى ابن حتتها بقى. بيجي ولا لسه؟ لا هو لسه ما جاش. طب والاستاذ عمر؟ ولا الاستاذ عمر. ماشي. سلمى هنا. خير؟ انا اسفه بس النهارده 6 في الشهر والموظفين بيسالوا عن المرتبات. طب وانا ايه دخلي بالموضوع ده؟ لما يجي ايهاب بيسالي؟ ما هو ايهاب بيقايل لي من يومين ان حضرتك المسؤول عن المرتبات والامور الماليه كلها. هو قال لي كده؟ ايوه. طب ابعتيلي محاسب الشركة. حضرتك ده قدم استقالته النهاردة وسايبها لحضرتك عشان تبيتي فيها. طب كلميني محامي الشركة. محامي الشركة بقاله يومين والتليفون بتاعه مغلق. انتي متأكدة؟ أنا لسه مجربة حالا. طب أنا هتصرف.